من أرضية ميدان الوثبة عاصمة الميادين بانطلاقات مهرجان الوثبة هنا على أرضية هذا الميدان، وتستمر الانطلاقات بشوطنا الثامن عشر الخاص بالجعدان الحجايج من مسافة الأربعة كيلومترات. تنطلق مشاهدينا هذه الأصائل لكي تشكل هذا التحدي والناموس المميز. جائزة هذا الشوط سيارة للفائز بالمركز الأول وصدارة هذا الشوط. نتابع البداية، نتابع صدارة هذا الشوط. المنتصر مع البداية مصبح بن عامر المنصوري من يقدم لنا المنتصر مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط. المركز الثاني هناك شمردل محمد بن راشد بن مصبح بن صروخ النعيمي يأتينا ثانيا، والمركز الثالث ثالث المراكز مشاهدينا الكرام. هناك ينطلق والتحدي هناك من الجانب الآخر، هناك وبران ناصر بن سيب بن غدير العرياني مع المركز الثالث والمركز الرابع. رابع المراكز الحذر محمد بن سعيد بن علي الشامسي رابعا، والمركز الخامس خامس المراكز. وتابع المركز الخامس هناك الذيب الصغير بن عبد الله بن بدر العامري مع المركز الخامس، والمركز السادس دخول مشاهدينا الكرام من غازي محمد بن علي بن سعيد الاكتبي، والمركز السابع سابع المراكز. وتابع التحدي وتابع التحديات وتابع ايضا انطلاقات الوثبة هنا بثاني الايام، تنطلق فعالياته بثاني الايام مشاهدينا الكرام. وتابع التقدم هناك من المتحد حمد بن ماجد البريس المري يتقدم مع المركز الثامن والمركز التاسع. تاسع المراكز مشاهدينا الكرام، هناك الحصن محمد بن سعيد بن سليم الاكتبي مع المركز التاسع والمركز العاشر. عاشر المراكز مشاهدينا الكرام، هناك الذيب عبد العزيز بن عبد الله الوزان ينطلق مع المركز العاشر. هكذا النتيجة للعشرة المراكز المتقدمة لهذا الشوط المميز. نعود مع البداية ونتابع التغيير مع المركز الأول. غازي غير المقدمة، محمد بن علي بن سعيد الاكتبي غير الصدارة، غير المقدمة. المركز الثاني ثاني المراكز. وتابع وبران ناصر بن سيب بن غدير العرياني مع المركز الثاني والمركز الثالث. ثالث المراكز هناك الذيب الصغير بن عبد الله بن بدر العامري يتقدم الى المركز الثالث والمركز الرابع. رابع المراكز الحذر محمد بن سعيد بن علي الشامسي مع المركز الخامس والمركز السادس. الله يدخل في هذا التحدي. الحصن محمد بن سعيد الاكتبي يتقدم مشاهدينا الكرام، ولكن هناك الاسد عبد الله بن احمد بن عود الرميثي يتقدم. الرميثي يتقدم، هناك سياره للفائز بالمركز الاول، ولكن البدايه وصداره هذا الشوط. هناك غازي مع المقدمه محمد بن علي بن سعيد الاكتبي يقدم لنا غازي مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط. الله يا هذا التحدي المميز. الله 500 متر أخيرة وغازي مع البداية، غازي مع صدارة هذا الشوط. محمد بن علي بن سعيد الاكتبي أهالي الهير، أهالي الهير، ولكن الله يا جميل على المركز الثاني. ولكن غازي انتاج المختبر يختبر بهذا التحدي. يا سلام يا ابو السعودي، يا سلام على هذا الاداء المميز اللي قدمه غازي على المقدمه وعلى صداره هذا الشوط. محمد بن علي بن سعيد بالسعودي الاكتبي، تهانينا والناموس على فوز غازي بالمركز الاول. المركز الثاني جميل محمد بن خميس المهيري، والمركز الثالث مشاهدينا الكرام المتحد حمد بن ماجد بن حمد البريص المري، والمركز الرابع مشاهدينا الكرام حضر فيه الاسد عبد الله بن احمد بن عود الرميثي، والمركز الخامس
المركز الخامس مشاهدينا الكرام الرمادي راشد بن حمد المنصوري. هكذا النتيجة للخمسة المراكز المتقدمة لهذا الشوط. نعود مشاهدينا الكرام بالتهنية لمالك غازي محمد بن علي بن سعيد بالسعودي الاكتبي على فوز غازي وانتاج المختبر بلا شك حيث قطعت مسافة ايضا السباق في زمن وقدره. هناك ايضا 5 دقائق 58 ثانية جزئين من الثانية. تهانينا والناموس محمد بن علي بن سعيد بالسعودي الاكتبي على فوز غازي بالمركز الاول. للمركز الثاني مشاهدينا الكرام كان في حاضر جميل محمد بن خميس بن هندي المهيري حيث قطع مسافة 4 كيلومترات 5 دقائق 59 ثانية 4 أجزاء من الثانية. تهانينا وناموس. والمركز الثالث مشاهدينا الكرام المتحد حمد بن ماجد بن حمد البريس المري توقيته الزمني 6 دقائق 3 أجزاء من الثانية. تهانينا 3 ثواني بالوفاء والتمام. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.